فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر والحديث حسن رواه الحافظ المنذري إخواني وأخواتي بشرى عظيمة للذي يتوضأ وضوءا صحيحا يعني كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يقال له الوضوء الشرعي ما معنى الوضوء الشرعي؟ يعني أذكر لكم ما يوضح المعنى في حديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه وللأسف الكثير من الناس اليوم لا يحافظون على الوضوء بهذه الصفة بل يتركون التسليس في غسل الوجه وفي غسل اليدين وفي غسل الرجلين وبعضهم يتركون البسملة عمدا يتركون التسمية عمدا وبعضهم يسرفون في الماء هؤلاء لا يكونوا توضأوا الوضوء الكامل الذي ورد في الحديث بعضهم لا يتوضأ وضوءا صحيحا فمن توضأ وضوءا فيه كراهة أو لم يتوضأ وضوءا صحيحا ليس له هذه المزايا ولا هذه الفضائل بل هذا أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو أن تخرج الذنوب من وجهه ويديه ورجليه مع ماء الوضوء لمن توضأ وضوءا شرعيا يعني كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه وانتبهوا الذي لا يتوضأ وضوءا صحيحا يعني كالذي يترك موضع مما يجب غسله مثلا في حدود الوجه ترك موضعا أو بعض النساء تترك الأظافر لا توصل إليها الماء كيف ذلك؟ بأن يكون عليها هذا الطلاء المسمى بالمناكير وضوءها لا يصح وغسلها لا يصح فلا تكون حصلت هذا الفضل بل وضوءها فاسد وصلاتها فاسدة وعليها أن تتوب إلى الله وتزيل هذا الطلاء وتغسل الموضع الذي ما أصابه الماء ثم تقضي تلك الصلوات ويجب عليها أن تندم وتتوب إذن إخواني وأخواتي حصلوا هذه الفضائل قال صلى الله عليه وسلم من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه والحمد لله رب العالمين